لابد أن أشير على أن يعني في هذا الموضوع لابد من الإشارة على أن هناك حالة ديال الطوارئ اللي تسنت بمقتضى مرسوم بقانون 192/20. إذا أمام هذه الحالة هذه المادة 3 و4 و5 من نفس المرسوم تحول لسلطة الرقابة أو داخلية مع وزارة الصحة يعني اتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة وملائمة من أجل الحد من وباء كورونا. في هذا السياق السيد عامل إقليم خنيفرة ارتأى بعد أن بلغ إلى علمه على أن هناك مجموعة من السياسيين والمسؤولين هناك برلماني على ما أعتقد ورؤساء جماعات محلية قاموا بزيارة مدينة مراكش التي تصنف ضمن يعني في المنطقة رقم 2، وعليه ارتأى أن يخضعوا أو أن يخضع هؤلاء السياسيين لفترة ديال الحجر. إذن أعتقد في تقديري الشخصي على أن ما قام به السيد العامل هو تطبيق للقانون في ظل حالة الطوارئ. هذه الزوبعة التي أثيرت من طرف هؤلاء السياسيين تؤكد بالواضح من الموس على أن لهم قصور وعلى أنهم لا يتوفرون أو ليست لهم النية من أجل المساهمة إلى جانب السلطات المحلية في الحد من هذا الوباء. ما صدر عنهم بخصوص تعلق يعني بالنسبة للبرلماني حزب التيار الاشتراكي الذي تقدم بسؤال كتابي أمام البرلمان هو رد فعل غير مقروء، ويؤكد على أنه يعني لم يستوعب مفهوم أو لم يستوعب مضامين القانون بمرسوم مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ. إذ كيف يعقل أن يتقدم بسؤال كتابي في هذا الاتجاه؟ ما العلم على أن الأسئلة الكتابية أو الشفوية التي تقدم بها السادة النواب هي أسئلة يتغيّم من خلالها هؤلاء النواب يعني طرح مشاكل الأقاليم أو الجهات التي يمثلونها. أعتقد على أن هذا سلوك أرعن يصطدم ووضوح القانون. فيما يتعلق بالشطحات الصادرة أن رئيس جماعة أجدير هي شطحات لا يمكن يعني اعتبارها لكون المعني بالأمر هو أصلا محل شبهات، ولأن تقارير المسألة الحسابات كانت واضحة في هذا المستوى بشكل يعني واضح وملموس تقول على أن رئيس جماعة أجدير أهدر المال العام. إذن أمام هذه الخروقات الصادرة عن هؤلاء السياسيين أعتقد على أن يعني ما يصدر عنهم الآن هو تأكيد لقصورهم، وعلى أنهم لم يكونوا يوما من أجل خدمة الصالح العام، وبالضبط في هذه المرحلة الحرجة التي كنا والكل ساهم فيها. وسأذكركم على أن يعني النيابة العامة أو الضابطة القضائية قامت بالواجب واعتقلت بل وضعت تحت حراسة نظرية ما يزيد على 1000 يعني شخص تم تقديمهم أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة. إذن هل يمكن التطبيق؟ لا يمكن القبول أن يطبق القانون على مجموعة من المواطنين واستثناء المواطنين الآخرين. في هذه الحالة سنكون أمام مواطنين من الدرجة الأولى، بل وأدينوا هناك من يعني إذا نادي الشهر موقف تنفيذ مع غرامات تتراوح بين 500 درهم و 600 درهم. إذا هذا هو التطبيق السليم للقانون. السادة يعني السياسيين أو رؤساء الجماعات المحلية كان اليوم يكونوا نموذج للأمثل بالنسبة لباقي المواطنين حتى نتمكن من إنجاح هذه الفترة العصيبة. والآن خصوصا بعد ظهور مجموعة من الحالات التي أعتقد على أنها بلغت 24 حالة إلى حدود الساعة والرقم مرشح للارتفاع. إذن وحتى أختم يعني يوقف البيانات اللي صدرت الفرق من جهة من الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد الشراكي، ويتهمون عامل الإقليم بأنه المعركة التي الآن ما يسمى معركة تكسير العظام هي لها ارتباط بالانتخابات الجزئية أو ما يعني مقعد عدان. أنا لقراءة أخرى قد تكون هذه القراءة يعني من ضمن القراءات التي يمكن أن أخذها بين الاعتبار لو كنا في حالة عادية، ولكن الآن نحن في حالة يعني حالة طوارئ. إذن كل هذه القراءات يجب استبعادها، لأن تطبيق القانون هو يعني عماد دولة الحق والقانون.
هناك حالة ديال الطوارئ وبمقتضى يعني قانون. إذن لا يمكن لأي كان أن يتجبر أو يعتقد على أنه فوق القانون، بالعكس إن كانت هناك يعني ملاحظات أو ارتسامات أو تظلمات ماشي وقتها هذه حتى تمر هذه العاصفة اللي مفروض أن نساهم فيها جميعا، ومن وبعد ذلك يمكن لكل أن يقوم بقراءته حول الوضعية، حول يعني التقييم السلوكات أو القرارات التي صدرت عن سلطات يعني الداخلية على المستوى الإقليمي. أما الآن لا يمكن أن نقول إلا أنه يجب الحفاظ على الإجماع والمساهمة فيه حتى يعني نتجاوز هذه الفترة العصيبة كما سبق لي وأن قلت، وشكرا.